السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنحل اختبار مراجعة على units 1 2 and 3، الوحدات الاولى والتانية والتالتة من كتاب بيت باي بيت ترم اول 2024. هنحل صفحة رقم 152 و153. لو عايز حل تدريبات الوحدات السابقة اضغط على قوائم التشغيل واختار قائمة الصف الخامس بيت باي بيت ترم اول 2024. Let's get started. نبدأ من بيج 152 صفحة 152. Listen and write، استمع واكتب، true or false، صح ام خطأ. هنسمع مع بعض نص الاستماع ثم نجيب عن الاسئلة. My favorite recipe today is basbousa. I buy the ingredients from the shop. Then I mix these ingredients by hand. I bake the basbousa in the oven for 30 minutes. I make the syrup for about 10 minutes. Finally, I pour the syrup over the basbousa. It's a delicious dessert. يعني احنا بنتكلم على وصفة البسبوسة وان احنا بنشتريها من المحل وبنخلط المكونات باليد. البسبوسة بتاخد في الفرن 30 دقيقة والشراب اللي هو الشراب المحلى الشربات يعني بنحطه 10 دقايق على بردك على النار. في النهاية بنصب الشراب على البسبوسة وبتكون تحلية لذيذة. طب أول حاجة هنا بيقول لك بسبوسة is a kind of fruit. البسبوسة دي نوع من أنواع الفاكهة؟ لا طبعا، false، خطأ، دي ديزيرت، تحلية. We pour the juice، احنا بنصب العصير over the بسبوسة على البسبوسة. لا احنا مش بنصب العصير، ده false الكلام دوت، احنا بنصب السيرب الشراب المحلى. We bake the basbousa for 30 minutes، احنا بنخبز البسبوسة لمدة 30 دقيقة. True، الكلام ده صحيح. Number 2، listen and complete، استمع وأكمل. هاني بيتحدث مع شريف بيقول له Do you like practicing sports؟ قال له Yes I like playing squash. Are you good at playing squash؟ Yes of course. What sports do you play؟ I play football in my club. That's cool. Many people in Egypt like football. يعني أول واحد هاني بيسأل صديقه شريف بيقول له هل أنت بتحب تتدرب على ألعاب رياضية؟ فقال له أيوه أنا بحب السكواش. قال له أنت جاي في السكواش؟ قال له أيوه نعم طبعا. أنت بقى بالنسبة لك الرياضة المفضلة إيه؟ فقال هاني أنا بحب كرة القدم وبلعبها في النادي. فشريف قال له دي حاجة رائعة، كثير من الناس في مصر بيحبوا كرة القدم. طيب هنا بيقول لك شريف is playing، شريف بيلعب ايه؟ بيلعب سكواش. هاني لايكس، هاني بيحب الفوتبول، كرة القدم. طيب هنا هاني plays football in the ايه؟ بيلعب كرة قدم فين؟ في الكلب، في النادي. Number 3، choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. Can I have limes please؟ يعني هل يمكنني أن أخذ بعض الليمون الأخضر؟ Can I have some limes please؟ How about، ماذا عن healthy food؟ ماذا عن شراء الطعام الصحي؟ طبعا بعد how about ماذا عن، وده أسلوب اقتراح، بجيب الفعل في إيه؟ في ing. يبقى how about buying healthy food. We can play، يمكننا أن نلعب تنس. نلعب تنس at the tennis إيه؟ في ملعب التنس اللي هو التنس كورت، ملعب التنس. I bought، أنا اشتريت to keep me warm، اشتريت إيه عشان يخليني دفيان؟ اشتريت بلطو، أو إيه هنا كذا بلطو، أكتر من بلطو، يبقى coats. Number 4، read and match، اقرأ وصل. We can make، يمكننا أن نصنع delicious juice، عصير لذيذ، from mangoes، من المانجا، يبقى number 1 B. قطن، القطن grows in Nile Delta، بينمو في دلتا النيل، يبقى number 2 بدي. Number 3، I'll wear، أنا هرتدي a striped، هرتدي striped dress، فستان مخطط، إن شم النسيم. Number 3 بإي. How often، كم عدد المرات، do you eat healthy food، اللي أنت بتاكل فيها طعام صحي، يبقى هنوصل number 4 بسي. الصفحة الثانية معانا بيج 153 صفحة 153. سؤال comprehension، قطعة فهم عليها أسئلة. Read the following، اقرأ التالي، and answer the questions، وأجب على الأسئلة. القطعة دي عن بطلة التايكوندو هدايا ملك.
هدايا ملاك is a famous Egyptian taekwondo player. هي لاعبة تايكوندو مصرية مشهورة. She is one of the two people. هي واحدة من اثنين. Who carried the Egyptian flag. اللي حملوا العلم المصري at the Tokyo Olympic Games. في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو in 2021 سنة 2021. This is amazing. ودي كانت حاجة مذهلة. هدايا was born. هدايا ولدت on April في شهر إبريل. 21st يعني 21 21 ابريل يعني 1993 سنة 1993. She began practicing. بدأت تدرب على التايكوندو at the age of 7 في سن 7 سنوات and won many prizes. وفازت بالكثير من الجوائز at the age of 14 في سن 14. She won the bronze medal. فازت بالميدالية البرونزية at the Rio Olympics في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو يعني في البرازيل in 2016 سنة 2016. She also هي أيضا won the bronze medal. فازت بالميدالية البرونزية in Tokyo في طوكيو in 2021 سنة 2021. طب أول سؤال, هدايا won, هدايا فازت the A medal بالميدالية A at Rio Olympics في الأولمبياد بتاعة ريو دي جانيرو in 2016 سنة 2016. فازت بالميدالية البرونزية برونز ميدال. هدايا ملاك is a famous Egyptian player. لعبة تايكوندو مصرية مشهورة. famous Egyptian taekwondo player. when was هدايا ملاك born. اتولدت امتى هدايا ملاك. on April 21st 1993. ده دي نمبر ايه, نمبر 3 نكتبها هنا. What did هدايا when at the age of 14 في سن 14 سنة فازت بإيه؟ فازت بإيه؟ بالعديد من الإيه؟ من الجوائز. يبقى هنقول إيه؟ one many prizes. تمام كده, يبقى هنكتب هنا بقى إيه؟ دير نمبر 4. أوكي؟ نكتب she won, هي فازت many prizes, بالعديد من الإيه؟ الجوائز. She won many prizes. Number 6. Reorder the words. أعد ترتيب الكلمات to make correct sentences عشان تكون جمل صحيحة. Moms, any or vegetables on their list. هل يوجد أي خضروات في قائمة التسوق بتاعت ماما؟ يبقى هنقول هنا, هنكتب هنا عشان أوسع شوية, هنكتب or their any vegetables on Mom's list. Number 2. Usually what you wear do. يعني انت عادة بترتدي ايه. What do you usually wear. What do you usually wear? طب tidied I yesterday room my. أنا رتبت غرفتي بالأمس. I tidied my room yesterday. Squash. She is good at very playing. هي جيدة جدا في لعب السكواش. She is very good at playing squash. آخر حاجة, she is very good at playing squash. Number 7. Punctuate the following. ده علامات الترقيم الآتي. What will Amira do next? أميرة هتعمل إيه بعد كده؟ طيب عندنا هنا وات معمول أول حرف كابيتال اللي في بداية الكلام, هنا أميرة عشان اسم شخص, وفي الآخر هنحط كويتشن مارك علامة استفهام عشان ده سؤال. آخر سؤال معانا النهاردة, write a paragraph, اكتب فقرة إنشائية of 40 words من 40 كلمة عن فوتبول, كرة القدم. وهنا بيقول لك numbers of players, عدد اللعيبة 11 لعيب, 11 players, وplace المكان club بنلعبه في النادي.
ابدا كده بسيب مسافه نص كلمه في البدايه وببدا بحرف كابيتال. هقول الالعاب مفيده جدا. سبورتس ار فيري يوزفول. طيب احنا ينبغي علينا ان احنا نتدرب على اللعبه الرياضيه اللي احنا بنحبها او الالعاب الرياضيه اللي بنحبها. وي شود براكتس ذا سبورتس وي لاف. ينبغي علينا ان احنا نتدرب على الالعاب الرياضيه اللي احنا بنحبها. اقول انا بحب كره القدم، موضوع الباراجراف بتاعي. اي love football. انا بحب كرة القدم very much جدا. انا بلعبها في النادي. I play it in the club. بلعبها في النادي. الفريق بتاعنا بيتكون من 11 لاعب. We have 11 players in our team. عندنا 11 لاعب في فريقنا. أنا بذهب للنادي كل يوم. I go to the club every day. انا عايز ابقى لعيب كره قدم مشهور. I want to be a famous football player. انا عايز ابقى لعيب كره قدم مشهور. I want to be a famous football player. خلصنا سيشن النهاردة. تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.